تيست 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 هير وي جو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى هذا الفيديو تلقاكم ان شاء الله في احوال طيبه باذن الله. كيف ما عودتكم دائما في القناه ديالكم ديالنا مجموعين على مجموعه من النصائح الطبيه في خصوص الصحه ديالكم سيدتي او في مجال التجميل بصفه عامه. اذا على بركه الله موضوع الفيديو اليوم غادي يكون بخصوص واحد الغسول اللي ديال المنطقه الحساسه واللي ممكن انه نستعملوه حتى لجميع المناطق ديال الجسم، يعني ممكن نغسلو به الذات ديالنا الجسم ديالنا، كما ممكن انه السيده المتزوجه بطبيعه الحال توضى به، او البنتات ممكن انهم تهما يستعملوه، يعني راه متعدد الاستعمالات. خليكم حتى لاخر فيديو باش تكونوا مستفيدات ان شاء الله باذن الله. ما تنساوش عفاكم تشجعونا باش نزيدوا المزيد من العطاء ومزيد من النصائح باذن الله بالضغط على زر الاشتراك سبسكرايب وبالبارطاج مشاركه القناه مع الاصدقاء ديالكم والاصدقاء لمنا لتعم الفائده باذن الله. الوغ نبداو على بركه الله نبريزونتي لكم البرودوي. الوغ لو برودوي ديالنا هو واحد الغسول كيف ما قلت لكم سي ان سوان لافاندو كي سابيل سافوريل، واحد الغسول كيف ما قلت لكم كنغسلو به الدات ديالنا كامله وكنستعملوه المناطق الحساسه. علاش هو مزيان المناطق الحساسه؟ لانه ما كيحتويش على المواد الكيميائيه المضره بهذيك المنطقه الحساسه، كذلك انه يعادل البي اش ديال سواء الدات ديالنا وحتى المنطقه الحساسه، البي اش ديالو مزيان وكيقاد لينا البي اش ديال المنطقه الحساسه باردون. اذا هو كيتستعمل لا فورمول ديالو سي اون فورمول ايجينيك اللي كتستعمل للمنطقة الحساسة، وكذلك ممكن تستعمليها كيف ما قلت الباقي انحاء الجسم ديالك سواء بغيتي توضاي مثلا او بغيتي تغسلي الدات ديالك. وبالنسبة للبنات ممكن حتى السيدات ممكن انه يستعملوه، يعني هو ما محصورش بطبيعة الحال كيتستعمل كي كونسيوه يعني باردون كيستعملوه بزاف اللي يلاه والده مثلا اللي متزوجه كتستعملوا بعد الجماع لا حياء في الدين، ولكن كيتستعمل كذلك كيكتبوه الاطباء بزاف ديال الجينيكو، ولكن كذلك كيتستعمل مثلا البنات اللي عندهم مثلا حب شباب، اللي عندهم واحد لابو اكنيك، اللي عندهم لابو حساسه ايريتي اللي كتكون حساسه واللي كتكون حميمره كتحمر دغيا دونك وهما كاتبينها عليه. غادي نقول لكم ان شاء الله الاسم ديالو تجاري ستون غام اللي هي مزيانه ومعروفه بزاف عند الجينيكو عند الاطباء كاملين عام سواء العام سواء جينيكو. اذا فوالا هذا هو الاسم ديالو تجاري سافوريل. العلبه هي كاين الصغير وكاين الكبير، انا اللي متوفر عندي دابا واللي كنستعمله شخصيا لانني ما يمكنش نعطيكم شي حاجه اللي ما كنستعملهاش، فانا شخصيا كنستعمله. الريحه ديالو ما نقول لكمش عليها، ما شاء الله واحد الرائحه طيبه سبحان الله، واحد الريحه زوينه وحتى الفعاليه ديالته يعني ما تخليش. انا كنستعملو حتى الجسم ديالي كنتوضى به وكنغسل به في الدوش وهذا كنغسل به، كيخلي واحد الرائحه جميله للغايه. بالنسبه للمكونات ديالو راه ماشي شي مكونات اللي هي مضره، فهي لا فورمول ديالو هي خاصه بأي غسول للمنطقه الحساسه، وكيحافظ على البي اش كيف ما قلت لكم كيعادل كيقاد لنا البي اش ديال خاصه ديال المنطقه الحساسه. دونك اجيو نقراو الاسم سافوريل. العلبه فيها 200 اللي عندي انا هنا فيها 250 250 مليليتر ام ال،
وهذه راه كتكفيكم، راه كتكفيكم حتى لشهرين او 3 شهور الا كنتي غير غادي توضي بها، او حتى الا كنتي غادي تغسلي بها، فما شاء الله كتقد شهر شهرين. العلبه كتكون على هذا الشكل هذا. فوالا جينتل كلينسين كير، يعني واحد الغسول اللي هو جنتي، يعني هو ماشي شي حاجه اللي مضره. irritation and daily use. فوالا مكتوب انه ملي كتكون بشرة حساسه، ملي كتكون مائله، ملي كتحمر وهذه يعني مثلا فيها الحبوب او لا كتحمر دغيا او لا حساسه، المهم. and daily use يعني ممكن انك تستعمليه كل نهار، شاك جوغ. intimate and body hygiene، لي بارتي انتيم يعني المناطق الحساسه كيف ما قلت لكم، اند بادي ايجين وحتى الجسم عامه. فوالا باش تغسلي به الجسم ديالك. الوغ سوان لافوندوز الفرنسيه مكتوبه سوان لافوندو ايريتاسيون اي كوتيديان، دونك هادشي اللي شرحت لكم. تواليت انتيم اي كوربوريل، دونك كنبقى في هادشي اللي قلت لكم، يعني فيما يخص المنطقه الحساسه و هانتوما اللي بغيتو تسكرينيو والجسم باكمله. بالنسبه لا فورمول ديالو سي اليكستري ناتوريل باردان بورد دوك. ليكستري دو باردان راهم معروفين، شي حاجه اللي طبيعيه ناتوريل اللي ما غاديش تضرك وغادي تنفعك. نشوف على حسب الخبره ديالي وكنعطيكم ما هو كنتقاسم معكم. اي تشير جو بارطاج افيك فو، اي تشير ويديو داكشي اللي انايا جربته، ما يمكنش نجي ونعطيكم شي حاجه اللي ما جربتهاش. دونك فوالا ها هو لو برودوي ديالو، استعمليه وتفكريني، استعمليه وتفكريني. اللي كتكون فيها الحكه، اللي كتكون يعني كتغسل بشي صابون وكيضرها، كيخلي لها الحموريه في وجهها او حتى في المنطقه الحساسه، او اللي كتدخل الدوش وكتلقى مشكله الصابون ديالها ما كيجيش معها في الدات ديالها، كتخرج بحال اللي ما دوشاتش ما هذا، فهذا غادي ينفعك بزاف. نتمنى هاد لا فيديو تنال الاعجاب ديالكم. عافاكم ما تنساونيش بالضغط على زر الاعجاب الا عجبكم وحسيتوا براسك، حسيتوا براسكم استفدتوا او حسيتي براسك استفدتي من هاد الموضوع، فعافاك يضغطي تشجيع لي فقط الا حسيتي انه لو كونتوني او المحتوى ديال الفيديو مزيان وفي اطار الاحترام ونفعك سيداتي، فحاولي تشجعيني بجام، غادي نكون فرحانه باش انني نزيد المزيد من العطاء ومزيد من النصائح. وبالنسبه للثمن ديالو فريمون واحد الثمن اللي هو مناسب بارابور الكونتوني ديالو، لا كونتونونس ديالو. شوفوا 250 ml مليليتر وكيبقى عندك شهرين او حوالي شهرين ونص حتى 3 شهور، ف سبحان الله داك الثمن ديالو. غادي نشوفوا الثمن، راه هو لا شيء بالمقارنه بين 3 شهور او لهادي. هاد الثمن هذا نقدروا يعني نقدروا نديبونسيو او لا نحطو غير في شي حاجه اللي مثلا ماكله او شي حاجه اللي او شوكولاته او معروفين السيدات انهم كيخسروا الفلوس بزاف. فهاد الثمن هذا اللي هو 78 درهم قسمتيها على 3 شهور مثلا، راه ما غاديش تعطيك شي حاجه بزاف، تقدري تكوني خسرتيها غير في شي حاجه. اللهم العنايه بالجسم ديالك او بالمنطقه الحساسه خاصه غادي يكون مفيد لك للصحه ديالك وحتى للزوج ديالك، بلا ما نساو هاد النقطه هذه. فنحاولوا نحافظوا على الصحه ديالتنا وهذا ما كان. نتمنى هاد الفيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم مره ثانيه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو مقبله باذن الله. نتمنى هاد الفيديو تنال الاعجاب ديالكم. عافاكم ما تنساونيش بالضغط على زر الاعجاب الا عجبكم وحسيتوا براسك، حسيتوا براسكم استفدتوا او حسيتي براسك استفدتي من هاد الموضوع، فعافاك يضغطي تشجيع لي فقط الا حسيتي انه لو كونتوني او المحتوى ديال الفيديو مزيان وفي اطار الاحترام ونفعك سيداتي، فحاولي تشجعيني بجام، غادي نكون فرحانه باش انني نزيد المزيد من العطاء ومزيد من النصائح. ما تنسونيش كذلك من البارطاج ومن يعني تشير البارطاج او نشر الفيديو مع مجموعه من الاصدقاء ديالكم. الا بغيتوا شي موضوع في خصوص هذا الموضوع ديال ليجيان انتيم، ديال
يعني كيفاش العناية بالمناطق الأنثوية ديالنا، كيفاش نعتني بها. خليوا لي عفاكم كومونتير، قولوا لي باللي بغينا هذا الموضوع هذا باش نزيد نطول في هذا الموضوع وندير فيديوهات أخرى اللي تزيد تشرح في الموضوع. كذلك ما تنسوش تشجعوني بسبسكرايب. الله يخليكم عافاكم، حاولوا تشجعوا هذه القناه لانه كنشوف انه ما كاينش تشجيع، فكان ما بين فيديو وفيديو كنتعطل واحد شويه لانه كنقول ربما ما محتاجينيش في النصائح. فهذا هو الهدف ديالي علاش حليت هذه القناه، لانه بغيت نزيد ننصح سيدات في الخصوص فيما يخص الصحه في المجال ديالي بطبيعه الحال، لانه ما يمكنش نفيد في شي مجال واحد اخر اللي انا ما خدامش فيه او لا ما عنديش ليكسبيريونس فيه، فما غاديش نفيدكم. دونك فوالا، نتمنى انكم تشجعوني على المزيد من العطاء. ما تنساوش تعطيوني الاسئله ديالكم اللي بغيتوني انني نجاوب عليها على الانستغرام اللي هو غادي نحط لكم في القناه الوصف باذن الله، او على كومونتير او على تعليق باذن الله على حسب الاحوال. فوالا، نتمنى هاد الفيديو تلقاكم ان شاء الله في احوال طيبه، وما تنساوش تشجعوني عفاكم. يلا تشاو تشاو، باي باي. إلى اللقاء.